السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، نريد لكم في هذا الفيديو القصير بعض التوصيات عن مشروع المغسلة. طبعا أوردنا فيديوهين سابقين في القناة بعنوان مشروع مغسلة وفيديو آخر تكملة مشروع مغسلة، هذه المعدات الرئيسية، هذه المعدات يعني الإضافية، بس يعني بشأن الاستفسارات التي تصل لنا متكررة أو متشابهة، نريد لكم بعض التوصيات بشأن مشروع المغسلة. إذا أنا أحب أفتح مشروع مغسلة مثلا، طبعا في البداية تكون متوكل على الله، الرزاق موجود ما يضيع حد. طبعا في البداية ضروري يكون معاك الموقع، شوف الموقع، يعني يفضل إنه يكون على خط شارع عام وخلفك حي سكني، الأفضل يكون حي جديد أو حتى حي قديم، لكن المشكلة أمامك شارع وخلفك حي سكني. هنا يجيك المار والمسافر وغيره، بالخلف يأتيك زباين من الشقق والمساكن اللي خلفك، تمام، تشتغل إن شاء الله. الاستفسار الثاني عن التكلفة، طبعا حاليا تكلف من 100,000، أقل شيء 100,000، من 80,000 إلى 100,000 أقل شيء، مغسلة مضبوطة، تمام، لكي يكون معك جميع المعدات. فما يأتي لك مثلا زبون لديه بطانية تقول له لا أنا أستقبل ملابس فقط ما أستقبل بطانيات، فيروح من عندك الزبون يدور مغسلة أخرى لديها جميع الإمكانيات. فضروري في البداية توفر جميع المعدات وتكون يعني جديدة أو شبه جديدة، عشان يعني ما تتعبك الصيانة بشكل مستمر وخسارة وغيره، تمام. الاستفسار الآخر عن طبعا في البداية ضروري تضحي، تبحث عن المكسب من البداية، ضروري في البداية يتعرفوا عليك الزبائن، يشوفوا طريقة غسيلك، يشوفوا يعني النظافة مضبوطة، يشوفوا الشغل مضبوط، الملابس ما تضيع، كل شيء مضبوط، يجيك الزبون على طول يستمر معك. طبعا السؤال الاستفسار الآخر عن العمال، في البداية تحتاج من 2 إلى 3 عمال، يفضل أن يكون ذو خبرة وكفاءة وأمانة أفضل، لأنك يعني ما أنت متواجد عنده 24 ساعة، ضروري يكون شخص أمين ويكون ذو خبرة وكفاءة، يكون عنده خلفية على الأقل، اللي ماسك الغسيل عنده خلفية عن الكوي، إن غاب المعلم الكوي أو تأخر أو شيء يغطي بداله وكذا ويستمر معك العمل ما يتعرقل العمل. وبالأخير نتمنى توفيق الجميع، نتمنى الاشتراك في القناة حتى نستمر نصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.